تنفي روسيا أن تكون غاراتها تستهدف مدنيين في حلب وريفها الشمالي، لكن الصور القادمة من هناك تثبت عكس ذلك. المئات قتلوا وجرحوا خلال أيام قليلة، بينهم نساء وأطفال، فيما الهلع من كثافة القصف أدى إلى موجة نزوح غير مسبوقة. كل ذلك في ظل وجود إصابات خطيرة ونقص في تجهيزات المشافي والأدوية. يزيد من قتامة المشهد تعرض نقاط طبية للقصف الروسي بشكل مباشر ودمار تجهيزات كانت ستنقذ حياة كثيرين. الوضع الصحي والطبي في الريف الشمالي وضع سيء جدا. القصف الروسي الممنهج على المشافي الميدانية والنقاط الطبية أدى إلى خروج أغلب النقاط الطبية والمشافي الميدانية عن الخدمة بشكل تام. في الريف الشمالي لحلب 4 أطباء فقط موزعون على 9 مستشفيات ميدانية متبقية، ما دفع منظمات إنسانية للتحذير من الأسوأ إن لم يتوقف القصف الروسي والهجمة التي تشنها ميليشيات وحدات الحماية الكردية انطلاقا من عفرين بالتزامن مع هجمة قوات النظام وميليشياته من الجنوب. محمد دغمش، العربية.